كوكو لي في بيانفوني سور ماشين. اذا اليوم جيت لكم بواحد لا فيديو اللي طلبتوها مني بزاف، سورتو من وريتكم هذا لوكيت هذا في سناب شات، اي كو عرفنا كو غادي يكون في بيم دونك فوندردي اللي هو غدا. بزاف منكم قلتوا لي عافاك ورينا كيفاش كيتستعملوا هادي. انا هذا كانوا صيفطوه لي شحال هادي، هاد لا مارك هادي بيوتي اديكت، اي دونك فوالا كنت كنستعملو مره مره. دابا ملي شفتو في بيم قلت علاش ما نديرش لكم اون فيديو، دونك فوالا نخليكم مع لا فيديو تشوفوا لي ديتاي. اذا غنوريكم هذا الكيت هذا اللي داير بحال هكايا، كتحلوه فيه طبقه هنا وطبقه من التحت. دونك هنا اذا غنبداو بهذا الاول، هو الاول هنايا كيف ما كتشوفوا اربعه ديال الدوارات، هنايا كاين زوج ديال البودرات ديال الحجبان، هنايا واحد الشمع باش كتثبتوا الحجبان ديالكم، وهذا باش كديروا الاضاءه من تحت الحجبان. هنايا كاين البانس هذا باش كنطفوا حجباننا، وهنايا كاينه هاد الفرشات هادي باش كنمشطوا الحجبان ديالنا، وهادي باش كنصايبوا بها باش كنستعملوا هاد البودره هادي. هنايا كيف ما كتشوفوا دايرين لكم المراحل باش كيفاش تصوبوا حجبانكم بالنسبه للبنات اللي عاد مبتدئات ولا ما غيعرفوش كيفاش يستعملوا هاد الكيت هذا. ومن التحت دونك كاين هاد المجر هذا كيجي بحال هكايا، فيه هاد القلم هذا ديال الحجبان، ما يبان لكم صغير، المهم هو راه طويل شويه على قد هادي، غير انا غير انا استعملته بزاف وبقيت كنجرو بكثره ما عجبني. وهنايا كاينين هادو، بلاتي نجبدو نوريهم لكم، هادو سي دان هادو فيهم مجموعه ديال الفورمات ديال الحجبان مختلفين بالنسبه للبنات اللي عاده ينتفوا حجبانهم وبغاو يحطوهم هكايا باش يتبعوا عليهم ويديروا هكا فورما وحده من هاد الفورمات هادو بربعه. اذا في اربعه ديال الفورمات ديال الحجبان. اذا نبداو دابا ونوريكم كيفاش كنستعملوا هاد الكيت هذا، كيفاش كنقاد به حجباني. اول حاجه كناخذ هاد البروسه هادي باش نمشط الحجبان ديالي، دونك اذا كنمشط الحاجب في اتجاه ديال الزغب. اذا من بعد ما كنمشط الحاجب ديالي هكا في الاتجاه ديال الشعر، كناخذ هذا القلم هذا غادي نبدا نعمر به البلايص اللي خاويين. تسمحوا لي غنقرب المرايا ليا باش نشوف مزيان حيت راني عوره. ديما انا كي خاصني يكون القلم ديالي منجور مزيان هكايا مقنت من الفوق باش كيرسم ليا الحاجب مزيان. دونك كيف ما كتشوفوا كنبدا بجناب هما الاولين كنرسم الفورما ديال الحاجب ديالي. وعاد كنكمل الجوانب الاخرين. ها نتوما من بعد ما رسمت الجوانب دابا غنبدا نعمر الوسط، كندير غير ضريبات هكا. هاد القلم هذا راه مزيت زعما دغيا كيذوب، ماشي غتبقاو تزيدو تعاود تزيدو ما يديرش ليكم. من مورا ما كنسالي بالقلم كندوز لهذوك البودرات اللي عندي هنايا. بطبيعة الحال نتوما بحال دابا اللي بغات تعاد تقاد الفورما ديال حجبانها راه كاينين هاد البلاستيكات هادو اللي فيهم بزاف ديال الفورمات ديال الحجبان، بحال دابا اللي بغات تعاد تصاوب حجبانها وتديرهم على شي فورما. اذا من بعد كناخذ هاد الفرشات هادي فرشات وغادي نستعمل هاد البودره هادي اللي فاتحه، غادي نستعملها من القدام باش نثبت بها القلم. بعد الحال الا حسينا بشي فرق ولا شي حاجه عاد نصحو نقدروا نصحو داكشي من بعد فاش نساليو. وهاد القنط الاخراني غادي نديروه بهاد البودره هادي اللي مغلوقه. من بعد
غادي ناخدو هاد الشمع على ديال التتبيت، غادي نديروه فوق الحاجب كامل باش نثبتو دوك الزغيبات ديال الحاجب. ومن بعد غناخدو هذا باش نديرو تحت الحاجب، هذا ديال الاضاءه باش كيعطينا هاد الضوء هذا اللي تحت من الحاجب، باش كيبان الحاجب ديالنا نقي مزيان. انتما كيف ما كتشوفوا شحال فيه ديال شحال كيعطي ديال الاضاءه، حاولوا ديروه غير شويه ما تكتروش منه وخدموه مزيان. انا دابا درت غير شويه وشوفوا شحال عطاني ديال الاضاءه. Voilà, donc هذا هو لو ريزلت فينال. جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. فريمون راني درتها على ودكم، باسكو بزاف 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 ديال البنات اللي طلبوها مني قبل من هاد لي بروموسيون ديال بيم، كومسا يعرفوا راسهم واش يشريو ولا لا. دونك كيف ما قلت لكم هذا راه غادي يكون هاد لو برودوي زعما غيكون غدا في بيم، كيدير واحد 50 درهم بحال هكاك. دونك فوالا جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.